صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد لبرنامج الديربي. قبل لا أبدأ وأرحب بالإخوان وندخل في بعض المواضيع الاجتماعية وبعض طبعا بعض أيضا المواضيع الرياضية اللي بنناقشها اليوم، ببدي بمقولة بسيطة يعني أو حكمة أو يعني هي من حكم الحياة. يقولون قلوب الحمقى في أفواههم، قلوب الحمقى في أفواههم. صبحكم الله بالخير مرة ثانية. أرحب بضيوفنا ومحللينا على اليمين طبعا تحمد له بالسلامة، اللاعب السابق والمدرب الوطني واللي سبب حضور الملعب خسرنا المباراة، كابتن محمد كرم. يعني كنا هني متعادلين وفايزين، يعني ما خسرنا، تعادلنا المباراة اللي رحتها تعادلنا. اي صح، المباراة اللي ما حضرتها خسرنا امام قطر. شفت؟ لا بس عطى الفريق القطري لك نياب التعادل. صح. صبح ايضا بالخير على مدير منتخبنا السابق كابتن منصور تنيب، على اليسار لاعب دولي السابق كابتن مويد الحداد، وبجانب عضو الاتحاد الكويتي كرة القدم سابقا والحارس السابق كابتن خالد الشمري. حياكم الله يا اخوان وصبحكم الله بالخير. الحمد لله على سلامتك يا ابو علي، الحمد لله على سلامتك ايضا يا ابو فيصل. ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، كل من يود ان يشارك معنا حياه الله. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه حسابي، كل الشكر لهم. بن العميد مشكورين، الطياب المرشود مشكورين، عصير تايم مشكورين، بابا كنافه مشكورين. الشكر ايضا لدير اندير، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيس في الكويت، الشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه، الشكر لمتادور ديزاين، والشكر لاطياب المرشود. قبل ابدا بعض الامور الاجتماعيه، ما في شك نبداها بالحدث الابرز اليوم في الكويت، يمكن الكل يسولف عن هذا الحدث، هي رساله شكر وتقدير لامير العفو سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، الله يطول في عمره. شكر لسمو ولي العهد الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح، شكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف اللي اليوم فرحوا اسر كثيره صراحه. نشكرهم بالتاكيد على العفو الشامل اللي شمل بعض الاشخاص اللي موجودين خارج الكويت، نبارك لهم ما في شك، وايضا بعض الاشخاص اللي موجودين داخل الكويت. هذه مغربة على أسرة الصباح الكريمة، على حكامنا وقادتنا دائما ينظرون إلى الأمور بنظرة أبوية، بنظرة يعني نظرة فيها حب وحنان لأبناء الوطن. فهذا الأمر مغرب على سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، معروف بحبه لأبناء بلده، وهذه البادرة بالتأكيد هي تنم عن هذا الأمر، أمر العاطفة والحب والحنان لأبناء الوطن. فنقول مرة أخرى مبروك لمن شملهم بالعفو من الأخوة اللي خارج الكويت أو داخل الكويت. أبارك أو أعزي أخوي العزيز فيصل نيروز طبعا إداري فريق القادسية بوفاة والده، عزي أسرته الكريمة، نقول له عظم الله أجرك يا أخوي فيصل، وسأل الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته. آخر تهنئة يعني هي الشيء بالشيء يذكر، شيخ مبارك حمود العذبي الصباح، أبارك له قدوم مولود عذبي. طبعا عذبي هو أول حفيد للشيخ عذبي فهد الأحمد الجابر الصباح، فاليوم الفرحة فرحتين يا أبو عذبي. بالتأكيد خبر العفو، وبالتأكيد خبر قدوم ولي العهد بالنسبة لك الشيخ عذبي. أبارك لك، أبارك لوالدته الكريمة، أبارك لأسرتكم الكريمة، وبانتظار العشاء الطيب. عاد الآن الفرحة فرحتين والحفلة راح تصير حفلتين، حفلة بوصول عذبي الله يحفظه وإن شاء الله يخليه من الذرية الصالحة، ووصول الجد الشيخ عذبي. فالفرحة بالتأكيد ستكون أكبر وأكبر، وإن شاء الله أيامكم كلها أفراح. نبدا اول بس قبل لا تفضل خوش قصه يعني السكسوك هذا صراحه انا قلت بقول شيء مع العفو يعني صراحه خليك على طول كذي بدال ما تعطل هذا خوش قصه مشكور مع العفو الفرحه مع العفو مع العفو نعم. عموما يعني شوف اليوم الفرحه كل يعني كثير من البيوت اليوم فرحت في هذا الخبر، كثير من اولياء الامور، كثير من
الاخوان الابناء، يعني فرحة كبيرة صراحة اليوم عاشتها الكويت. فإن شاء الله الله يديم علينا هذه الأفراح إن شاء الله. أنا بس بشكر بعد هذا شوي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تدوم الأفراح إن شاء الله أسقاط القرون. ولا إيش رأيك؟ أهم العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نهني اللي يعني المشمولين بالعفو، نبارك لهم ونقول حق أهالي قرة عينكم إن شاء الله بوصولهم إن شاء الله بالسلامة. شغلة ثانية، الشغلة الثانية أنا بشكر الأخوان في الاتحاد العراقي هناك. نعم. يعني صراحة لأن رحنا شفنا، طبعا ما أتكلم عن التنظيم وعن الأمور هذه، طبعا كل واحد يمكن شاف الأمور هذه، لكن أشكر على يعني حسن الاستقبال وتوفير كل شيء. يعني ما نعرفه أنه لاعب والله منتخب الكويت السابق وهذا، يعني وفرون لك كل شيء، فأشكرهم على الدعم هذا. ونشكر أخونا عبد الرضا عباس بعد لا كان لدور طلع لنا قربة بعد الاتحاد القطري مع شنو طلع الاتحاد العراقي وهذا مع شنو طلع لك الغرفة بالغرفة مع ثلاث وجبات وكل شيء بالعافية بالعافية. بس الباكو كان حلو استاهل انت اسم. لا والله انا رايح والله يعني بغيت تكفلنا بالدفعة على ان انا اسهل، لكن هم قالوا لا ما دعاك رئيس الاتحاد. ما دعاك لا طبعا انا يعني. طب بس هم تكفلوا الاتحاد نعم. العراقي تكفلوا. انت تستاهل يا ابو علي اسمه. ابو بدر تبي تقول شيء قبل لا ندخل في اول تقرير؟ انا اشكر اميرنا الله يحفظه ان شاء الله ويطول بعمره على العفو الطيب اللي فعلا فرح اهل الكويت، ونفس الوقت حق ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بصراحه يعني حكامنا ونسوا اهل الكويت كلهم بالعفو الطيب هذا حق اهلنا اللي احنا قاعد نفكر ان نقابلهم هنا بالكويت. نعم. والحمد لله على سلامه كلهم. الحمد لله. ابو خالد وش انت قدموا لك دعوه ولا الاتحاد؟ لا لا ما قدموا لك دعوه. طبعا ابو سعود الحقيقه هذا 50 غرفه يقولون حق الجيل الذهبي. وهذا اللي سمعناه ايش دراه مو جيل ذهبي هو اللي قال مو انا اللي قلت ابو علي انت مو جيل ذهبي انت جيل ذهبي قال 50 غرفه حق الجيل الذهبي 49 انت ما وجه لك دعوه مؤيد بالجيل الذهبي انت وجه لك دعوه لا انا لا بس يوم رحت هناك ما قصر وجه لك كان الاتحاد العراقي ما الامانه يعني خبر مفرح في سنه جديده من سمو طيبه وصاحب القلب الكبير سمو الامير حفظ الله ورعاه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وبعض اخواننا النواب بهذه المكرمه لان لله الحمد يعني العفو ما شمل الناس عليهم قضايا مخله بالشرف انها قضايا راي ولا قضايا ماليه اي نعم ولا قضايا ماليه فهذا يعني بالعكس يعني شيء افرح الكويت فبالتالي هذول اخواننا وعيالنا وهذه ديرتهم يعني الواحد يحزن يعني احنا بسعود لما انت بتسافر وانت تعرف يمكن عاشرتنا بالسفر لما نسافر في يعني رايحين مثل مباراه او مدعوين مهمه مثل رسميه تضايق تبي ترجع الكويت باي وقت لان هذه ديرتك صحيح فانا اعتقد ان الله يطول بعمرك يا سمو الامير وسمو ولي العهد وان شاء الله تكونوا انتم ذخر لهذه الدوله ومثل ما فرحت الشعب الكويتي ان شاء الله الله يفرحكم دنيا واخره اللهم ابو فيصل طبعا انا اكمل على اخواني امانه هذه ما هي غريبه على أسرة أمانة أسرة الحكم ولا الحكومة الكويتية ما هي غريبة عليهم تطبيقا لمقولة العفو عند المقدرة أمانة وهم طبقوها بحذافيرها وهذا أمر ما هو غريب عليهم ويحسب لهم ومتوقع منهم أمانة إحنا نعيش في بلد خير وبلد عطاء وبلد قاعد تساعد البعيد فبالك نعم. القريب فالحمد لله نتمنى أنها تكون بداية وصفحة جديدة وصفحة إن شاء الله كلها خير الدعوة. انا لا والله زوج دعوه من ضمن 50 ما يطلق دعوه من ضمن 50 مو من قاده الاعلام ابو فيصل ما وجه لك دعوه كعضو اتحاد سابق ما كعضو اتحاد سابق مشكلتكم بالديربي والله مشكلتكم كيفهم ما يطلع بالديربي ما يخالف ما عندنا مشكله نطلع بالديربي بالعكس انا ما وجه مع ان انت محسوب عليهم وعلي انت محسوب عليهم بس ما وجه كلكم محسوبين على الكويت اللي يختلف معاكم بالراي انه رايح على حسابه لكن هم حفاظ لو سووا له ابو علي لو سووا له هذه الشغله فهو نجم وعلم نعم. وفرح أهل الكويت
ولعب واخلص للنادي وللمنتخب فهو صحيح. بالنسبه له مفترض هو اول واحد يقدم له الدعوه لانه هو الرياضي صحيح. عندنا مشكلتنا احنا انه والله هذا محسوب على هذا وهذا محسوب على هذا فصار التفريق بين الاثنين هذا اللي ضيع رياضه هو على بس احنا صرنا احنا الضحيه هو بس شيء بخليك تكمل بس على طارق وعلي صارت فرصه في يوم من الايام التقينا يعني كنا بالصدفه انا ابو علي واخ عزيز طبعا الوزير السابق ورجل رياضي اللي نعزه ونقدره الاستاذ ياسر اول الكلام اللي قاله في حق ابو علي صراحه انا خجلت يعني الكلمات اللي قالها ابو حسن خدمت الكويت اعطيت الكويت يعني الكلمات اللي تقال في حق نختلف في وجهات النظر امر طبيعي انا اختلف معاه وهو يختلف مع فلان يختلف لكن ما 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 يعني ما لا يمكن أن بالضبط ما ندخله انه والله يعني نتجاهل لا لا نتجاهل التاريخ ونتجاهل الامور والله لاي اي سبب كان لكن ابو فيصل عشان بختم الموضوع انا بس بوضح شغله ترى لو 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 وجه الدعوه خاصه ل يعني الجيل الذهبي او اللاعبين اللي مثلوا الكويت في بطولات دورات الخليج يعني وانا منهم ما راح نقول لا ترى بالنهايه هذا هذه دعوه بالعكس يعني احنا دعوه لما تكون دعوه كريمه من 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 من, من طرف ما راح نقصر ولا راح نقول لا ولا راح نتخلى عنها راح نحضر وراح نقول بس احنا ما وجهنا لنا دعوه كيفهم بالنهايه هذه شغله شغله ثانيه شغله ثانيه اليوم اليوم الانتقاد امر انتقاد عمل امر وانتقاد شخصي امر ثاني انا واحد خالد الشمري في برنامجكم هذا خلال عملي في الاتحاد كل يوم تقريبا او كل حلقه او ثانيه في انتقاد لعمل لانك مسكت لجان مهمه ابو فيصل انا شوف لا زعلت مسكت لجنه الحكام مسكت لجنه فنيه هي اسس الانتقاد بالاعلام لهذه اللجان نعم انا ما زعلت ولا رفعت قضيه على احد ولا قلت صحيح. والله فيكم كذا ولا صحيح. لا. بالعكس كذا مره يتم طلب ان حضر صحيح. وحضر ما عندي مشكله اي والله صادق اي والله ابو سعود المفروض هذا اللي هذا المفروض يعني انا بقول شغله واحده لما وهذا يخص يمكن حتى موضوع ليش الناس تصنفنا هذا معه وهذا ضد احنا في هذا العمر في هذا السن تتوقعون يا اخوان لما نتكلم بكل حريه وكل صراحه نبحث عن منصب لا. او نبحث عن قياده لا والله عن شهرة احنا قاعد نتكلم بالشيء اللي احنا تعلمناه من وين من الاداريين المخضرمين من رؤساء الانديه من المدربين من المشرفين فقاعد نعطيكم النصايح احنا ما نبحث عن منصب من الاسم الناس تصنفك اي هذا مع فلان وهذا مع فلان نعم عموما خلينا نروح حق اول تقرير اول تقرير احنا يعني ودنا نبدا بكاس الخليج لكن في حدث مهم حصل في الكويت صراحه وانا احب اشكر السفاره الاوكرانيه وسعاده سفير اوكرانيا في الكويت اللي سوى هذا التجمع في ذكرى ميلاد المدرب الراحل السيد فاليري لوبانوفسكي هذه الشخصيه اللي يعني بالتاكيد خدمت الكره الكويتيه واعطت الكره الكويتيه واليوم لما نتكلم نبي مدرب سي في هذا مدرب سي في بغض النظر انه والله في بعض الناس تختلف معاه تختلف مع عمله لكن اليوم من حضر للكويت اسم السيد فاليري لوبانوفسكي هذا لوبانوفسكي اسم غني عن 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 التعريف بالتأكيد عموما خلينا نشوف الحفل اللي اقامته السفاره الاوكرانيه في الكويت يعني خلينا نقول في ذكرى ميلاد السيد فاليري لوبانوفسكي المدرب السابق لمنتخبنا الوطني تخليدا لذكرى أسطورة التدريب في العالم والذي يصادف ميلاده شهر يناير أقامت السفارة الأوكرانية فعالية خاصة للمدرب الأوكراني لوبانوفسكي وطرح كتاب فريد من نوعه يروي مسيرة المدرب الشهير والذي يعد الأب الروحي لكرة القدم الأوكرانية 6 of January is the birthday date of Valery Lobanovsky, the national coach of Ukraine. اليوم هو ميلاد السيد لوبانوفسكي الذي درب الكويت في عام 1994 وحتى 1996 عندما أتيت إلى الكويت عام 2019 كنت أريد أن أجد شيئاً له علاقة بأوكرانيا فوجدت السيد لوبانوفسكي الذي قدم مجهوداً كبيراً في تطوير الكرة الكويتية وأوصلها إلى مرحلة متطورة في عالم كرة القدم وأعتقد بأن خلال هذين العامين لم تصل الكويت إلى هذه المرحلة من قبل وأتمنى أن تصلها في المستقبل لاعبي منتخب الكويت اللي دربهم لوبانوفسكي
تعاون قسم كبير منهم ويانا، أعطانا بعض المعلومات، قدرنا نرجع للأرشيف وبعض المباريات السابقة، وبعض الأخوان الإعلاميين ما قصروا ويانا زودونا. كان في تعب بإظهار الكتاب بالطريقة هذه، ما كنت متوقع أن الكتاب يأخذ فترة سنة حتى ينتهي من تأليفه. الفعالية حضرها عدد من الإعلاميين والسفراء وبعض الشخصيات العالمية، ومن بينهم الحكم الأوكراني الشهير ميروسلاف ستوبر صاحب الحادثة الأشهر في كأس العالم عام 82 عندما ألغى الشهيد فهد الأحمد هدفا للمنتخب الفرنسي في مرمى المنتخب الكويتي. في ذلك الوقت الحالات مثلها لم تكن مرتقبة طبقا لقواعد فيفا لكرة القدم، وبهذا السبب لم يكن هناك قاعدة التي ممكن أن أعتمد عليها لاتخاذ قرار مناسب في هذه الحالة بالضبط ما حصلت بين الفريقين. هذا هو السبب لتفكيري خلال 6 دقائق، هو يعتبر تفكير طويل لاتخاذ القرار، لأنني في البداية اتخذت قرار أن أسجل هذا الهدف، وبهذا السبب أنا اتخذت قرار نهائي في إلغاء الهدف. نائب رئيس نادي دينامو كييف الأوكراني أوليكسي سيمينكو كان من ضمن الحضور، وكشف عن سبب عدم ضم المرحوم ناصر السوحي للنادي، مشيرا إلى أنه أطلق على السوحي لقب شيفشنكو الكويت. ناصر السوحي كان لاعبا بطوله لم يكن طويل، ولكن كان تقني جدا، وأنا أتذكر جيدا كيف كان يلعب، وكان هو مثل تقني مثل ميسي. وفي ذلك الوقت كان عندنا كذلك اللاعب أوكراني ألكسندر زافارو، ونحن في أوكرانيا كنا نقارن دائما بين في تقنيات لعبة بين سيد سوحي وسيد زافارو، لم يكن مهتم في أن يجلس في أخريات صحيح، وبهذا السبب دينامو كييف وسيد سوحي اتخذ قرار أن يرجع إلى بلاده. لوبانوفسكي يعد من أفضل مدربي العالم، وساهم خلال توليه دفة الإدارة الفنية للمنتخب الأوكراني ونادي دينامو كييف في تحقيق إنجازات كبيرة في البطولات المحلية والأوروبية، كما قاد الأزرق للفوز ببرونزية دورة الألعاب الأسيوية عام 94، وكان له الفضل الكبير في ظهور جيل جديد من اللاعبين حقق بعدها الانتصارات للكرة الكويتية في خليج 96 و98. شكرا جزيلا ديربي. أحمد جانزي لبرنامج الديربي. شكرا اخوي احمد العنزي، شكرا للسفاره الاوكرانيه سعاده السفير الاوكراني على التجمع الجميل والشخصيات الراقيه اللي حضرت. طبعا انا وصل لي كتاب اهداء من طبعا السيد الدكتور الكسندر دالانوتسا، فكرته هذا الكتاب ومن اعداد زميل وعزيز واستاذ قدير صالح التركاوي. الكتاب بعنوان الاب الروحي للكره الاوكرانيه السيد فاليري لوبانوفسكي، في الداخل طبعا توقيع نائب رئيس دينامو كييف وايضا توقيع الحكم الاوكراني اللي ادار مباراه منتخبنا مع فرنسا. اليوم انا ارجع اكرر ليش نقول نبي مدرب لاسيفية. السيد لوبانوفسكي لما وقعه وياه منتخبنا، قبلها كان مع منتخب الامارات ماخذ رابع اسيا في كاس اسيا 92، قبلها ماخذ المركز الثاني اذا تذكرون كاس اوروبا 88 الهدف اللي سجله فان باستن، تذكروا المباراة على داسييف، كان مدرب الاتحاد السوفيتي وقته هو سيد لوبانوفسكي، كان صاحب برونزية أولمبياد موسكو. يعني اليوم شوف السي في هذا، لما تقرأ السي في ما تقدر تقول شيء على المدرب لما يدرب منتخبك حتى لو خسر المنتخب ولا فشل، لكن لما تيجي مدرب تبي تخليه يطلع على 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 ظهر منتخب الكويت، هذه المشكلة. عموما وعلي تذكر الحكم؟ نعم. متغير شكله ولا؟
لا والله كنا نفس الشيء. نفس الشيء. والله. اي والله تخيل كذي نفس الشيء. اي والله. تذكر الحدث اللي في الحدث هذا. بس الله اقول الله يعيد شو اسمه الله يرحمه عبد الله بعيوب كان والله خلاه لحمه خصوم يخلي الحكم يخيم وايد. عبد الله بعيوب ترى كان له دور بعد وحين يقول صفر وشنو هذا على السفاره. عبد الله يقول اكو سفاره هو يقول حق وايد لحمه في سفاره في لا لا في سفاره لا في سفاره ونفس سفاره الحكم مالته احنا موجودين يعني سمعنا يعني حتى عبد الله يوم هذا صدق فعلا وقف توقع على سفاره الحكم فعلا نفس السفاره والحكم بيني وبينك بعد يعني حتى ترى لايما اللي صفر ها لايما صفر الظاهر حاط هذا بس يعني حتى يوم الحكم صراحه وقف لهم لانه فعلا نعم. مثل ما قلت انت يمكن قاعد يصير لك على انه فعلا ما يدري ايش يسوي ما يتوهق الحكم هو قاعد يقول إيه؟ ما عندنا لائحه نظام قاعده معينه هذا اللي صار فعلا انه اذا في نفس صفاره مثلا من الملعب وقف الفريق شنو نسوي وش نسوي؟ اي ما يقول ما يعني فهد الاحمد الله يرحمه القاله جول كاس العالم بوبو بدر يعني هالتجمع فكره حلوه صراحه يعني اليوم والله نتمنى السفاره البرازيليه مثلا تعمل حق السيد كارلوس البرتو حق شيرول المرحوم شيرول حق سكولاري زجالو زجالو اليوم سعود اليوم كره القدم خاصه ك شايب العالم كله نعم. يعني اي حدث تسويه مثلا كتكريم حتى لو تسوي تكريم مثلا اللاعبين النجوم اللي قبل بالكويت نعم. تلفت سلطة اعلامي قوي نعم. عليهم نعم. لو تسوي انت حفله حق السفاره بالسفاره البرازيليه حق كارلوس البرتو نعم. مثل يسوي هذا شيء يسعد الرياضيين القدامى صحيح. والصغار الرياضيين الصغار ينظرون نظرة إن شاء الله إحنا نقدم مثل ما قدموا ربعنا نعم. يعني نعم. أنا تذكرت اليوم في 82 كأس العالم نزول الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه ويغمد روح الجنة يا أخي إحنا كرياضيين وقاعد نطالع اللعب شيء مبهر صحيح. نزل وفعلا قاعد يدافع عن 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 عن, عن منتخب الكويت نعم. يدافع عن هذا فعلا يعني اسعدنا احنا وقعد انتقلنا فيه لحد الان لليوم نقول تذكرون يا جماعه غير فهد الاحمد لما لغى جول بكاس العالم من اللي يلغي جول بكاس العالم نعم من اللي يلغي يعطون واحد يلغي جول بكاس العالم نعم منو اقول لك منو منو فهد الاحمد اي حاضر هذا صح نعم. الله يرحمه فهد الاحمد يغمد روح الجنه نعم. وان شاء الله ابي بس هذا الشغله هذه توصل الى ربعنا الرؤساء نعم. الماسكين الرياضه الكويتيه ينظروا حق قوة الشخصية نعم نعم السؤال عنده شخصية قوية صحيح يعني صحيح. حتى بالكويت هنا يدافع عن الأندية يدافع عن كذا هذا اللي نبيه طيب أبو خالد يعني شيء جميل يعني كفكرة من الإخوان في السفارة الأوكرانية فكرة جميلة صراحة يعني أنا ما أدري شلون جاتهم الفكرة لكن كفكرة طبقت فكرة جميلة صراحة وشخصية كان ودنا أنها تكون موجودة حتى صحيح. يرى هذا التكريم صحيح ما في شك عشان كذي اسف المقاطعه عشان كذي اقول اتمنى السفاره البرازيليه لان كارلوس البرتو موجود حي زجالو حي يعني الاسماء هذه موجوده هي هذه فكره جميله جدا واتفق مع ابو بدر لان الان الرياضه هي اصبحت تقرب الشعوب العالم وتوحد العالم وهذا ما شاهدناه في كاس العالم في دوله قطر الشقيقه شلون يمكن الغرب اللي كانوا ماخذين انطباع سيء عن الجزيره العربيه استمتعوا حتى لبسهم انت معانا ابو سعود شفتهم شلون كله لبس الخليجي واللبس العربي فدائما الرياضه تقرب ما تفرق صحيح وهي فكره جميله لا تنسى يعني اللي قامت فيها السفاره شيء جيد وكنا نتمنى من السفارات الاخرى احنا في ايامنا لما كنا نلعب زمننا كانوا مروا علينا افضل مدربين في العالم في حق العربي ديفيد مكاي لا خلاف عليه كاتوايت في نادي الكويت الغاتسيه بوبي كامبل درب تشيلسي والارسنال يعني نتمنى أن تستمر هذا التكريم يعني حتى موضوع اللي تكلمت عن تكريم الجيل الذهبي بالعكس الآن مو إحنا نقول أنتوا دائما في أي بطولة تصير حتى يمكن تشوف التلفزيون دولة الكويت يحط الأغاني القديمة على الجيل الذهبي فهذولي كنز ورمز لو في دول أخرى يمكن كانت يكرمونهم يكون لهم على الأقل حتى في المدارس الملاعب الصالات تسمى مثل محمد كرم هني يحسدونه اي فاقول لك هذا بالعكس هذا شيء جميل
صحيح. اللي قاعد نشاهده نتمنى احنا ان شاء الله السفارات الاخرى تحذي مثل هذه الحذوه. وحنا اللي تكلمنا يمكن تكلموا الاخوان عن الشهيد فهد الاحمد ودور القائد، هذا اللي نفتقده في هذا الزمن. نفتقد قائد يدافع عن حقوق اللاعبين، عن حقوق الانديه، عن حقوق الاداريين، يعرف تماما شلون يتخذ قرار في الوقت المناسب. هذا اللي احنا تحتاجه الكويت في الوقت الحاضر. نتمنى ايضا يعني ككضماوي ابو فيصل، اليوم السيد ما شاء الله ترى له دور كبير اليوم طبعا. اتمنى يصير في اتفاق مثلا بين كاظم مثلا اداره النادي مع السفاره التشيكيه في الكويت مع المتحدة. يعني احنا نتكلم عن ادوار يعني السفاره انا هذا اللي اقصده. اليوم في عندنا مدربين تركوا بصمه بو فيصل. بالعكس هذه بادره جدا طيبه. اليوم انت شوف الدول دائما لما يعني طبعا الدول متمثله بسفاراتها، لما تتذكر مثلا نجومها، تتذكر المبدعين على جميع المستويات مو بس الرياضه، لكن احنا اليوم نتكلم بالرياضه وتبادل فيه تكريمهم. ترى التكريم شنو؟ التكريم معنوي، ما هو معنوي إيه؟ ما هو الناس ما تنظر لتكريم مادي. انت اليوم يعني ابو خالد قال كلمه ان احنا كلاعبين اليوم ما احنا محسوبين على احد، ما احنا محسوبين على احنا محسوبين على الكويت. فبالتالي اليوم لما نقول راينا او نقول مثلا نعبر عن راينا ممكن نكون نصيب ممكن يكون مخطئ، بس بالنهايه احنا هذا راينا قاعد نقوله. اليوم تكريم السفاره الاوكرانيه للمدرب لوبونيفسكي، ترى العلم انا وجهت لي دعوه، يعني انا مع العلم انا ما لعبت معه، انا وجهت لي دعوه عن طريق احد الاشخاص، لكن ما رحت للامانه لان كان عندي موعد طبيب عشان ظهري. ما تعرف لغته؟ خاف اللغه شوي. لا مو شيء يحز بالخاطر، شيء سفاره اوكرانيه تقدر نجوم الكويت والاتحاد، عضو اتحاد سابق اتحادك ما يقدرك، مشكله هذه. والله كنا نتمنى ان حتى حضور ميلان ما شاء الله ابو سعود انه يحضر عن طريق نادي كاظمه، عن طريق السفاره التشيكيه، لان ميلان ما شاء الله قدم حق نادي كاظمه. قالها ابو سعود قاعد يقولها. نعم. وحق نعم. حتى حق منتخب الكويت. ابو بدر مر علينا مدرب مجري جورج ميزي. ميزي اللي درب ميزي تضامن ودرب المنتخب. تضامن ودرب يرموك ودرب المنتخب. يعني هذا كان من المدربين. وش مدرب؟ كان مصدر وكان محاضر بالاتحاد. على فكرة شركة يعني السفارة المجرية ترى متعاونة مع الرياضيين. موجود هو هذا ميزي. موجود. وقتها كان ثالث افضل ثلاث مدرب على العالم من ضمن ثلاث مدرب على العالم. افضل 10 حاضر لنا بعد كمدربين احنا. نعم. طيب ابى اروح لفاصل وان شاء الله بعدها راح ندخل في كاس الخليج. انا بس خل انوه لنقطه، انا لابس اليوم تيشيرت شركه حسابي تقديرا لدعمهم لبرنامج الديربي، وايضا احتفاء بحصول الشركه على جائزه الاسرع نموا في قطاع توفير اجهزه نقاط البيع في الكويت لعام 2022. فانا تقديرا لاخوي راكان العدساني، الاخوان اللي معه جميعا، الاخت عاليه ايضا الزميله اللي قاعده تتواصل معي، مشكوره دائما في كل ما يتعلق في الامور التسويقية الخاصة في الشركة. فارتديت اليوم تيشيرت حسابي أو عليه كلمة حسابي تقديرا لهذه الشركة ورعايتهم لبرنامج الديربي. أروح لفاصل وبعدها ساعد. صباحكم الله بالخير. قبل كم يوم شفت مباراة الفريق الترشيحي فريق ربع مبارك الدوسري مع العدالة، فلاحظت يعني نقطة مهمة صراحة، يعني اختيار الحكم اختيار مهم، فواضح ان يعني الحكم كان دقيق في موضوع إعادة ركلة الجزاء، وهذا شيء زين يعني. بس اتمنى يعني ان الدقيق في إعادة ركلات الجزاء لما يدخل لاعب ولا لا ما ادري يعني لاعب انت شفته، المهم اللي دقيق في اعاده ركله الجزاء اتمنى يكون حق مباريات ثانيه. الجولشي طلع الجولشي برا. لا مو الجولشي، والله الجولشي ايدك وتحدى الحين. مو مشكلتي منه دخل طلع برا الجولشي برا، ايش فيك؟ مالي شغل انا علي انه الحكم يعني على الكل
وعلى الكل ايش فيه؟ وين على الكل؟ والله على الكل. مباراة النصر يا رجل اللاعب وصل عند الحكم يبي يسلم على الحكم انه قول رفيجه ما عاد البنالتي تبي عموما شيء زين يعني شيء زين انه الحكم يكون دقيق في الانتباه ويعيد ركلة الجزاء واضحة بس ما يصير بس كله حق التنشيط تبي الاشر له الفرق الثانية اللي اشر له ترى لايمن اللي قاعد الخط هو الاشر حق الحكم المهم قال عيدها طالع نص طيب خل نروح حق تقرير ولا خاص في مباراة قطر والعراق في أولى مباراتي الدور قبل النهائي لخليجي 25. لانطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الأول لهذه المباراة الصافرة إذا تأتي على الوقت الأصلي للشوط الأول رأسية الله قلت الوصول الأول للمرمى لمرمى حارس العراق جلال حسن كرة من علاء لكن انظر إلى جلال يفقدها متابعة الله على العودة الوصول الأول شام يا إبراهيم لكنها الآن تختار نشاهد الضغط الذي يأتي على كل لاعب لكن هذه المرة قد ينجح الإعلام القطري لا يريد أن يستسلم بطل آسيا يريد حتى ولو بالصف الآخر وتسجيل أهداف أخرى قد يصلون من خلالها لكن الآن نشاهد هذه اللقطة هذه اللعبة هذا وعد هذه اللقطة يسيرون الله من جديد المنتخب القطري يهدر أخطر فرص المباراة بطولة كأس الخليج في اليمن عندما شهدت حضورا جماهيريا رائع في مختلف المباريات أيضا يريد أن يسجل هدف البطولة قوي الله في اللقطة الماضية والكرة بتتحول الآن والكرة بتتهيأ الآن والمنتخب العراقي يبحث عن الثالث مستحيلة يا أيمن الله على التصدي يقترب الآن هل قرر العراق الهدف الثالث الله على الكرة مبروك للأشقاء في العراق هار لك للأشقاء في قطر أبو علي يمكن صحيح ان القطريين زعلانين ما في شك عدم وصولهم النهائي خسارتهم المباراه لكن اتوقع يعني حزن ممزوج بفرح لان اكيد يعني هم كقطريين ما في شك ان ودهم تنجح البطوله كاتحاد خليجي عربي رئيس قطري مقره في قطر فودهم تنجح البطوله بوصول العراق النهائي فاليوم لو واصل قطر النهائي فرحتهم اكيد بتكون موجوده وايضا بوصول العراق ايضا فرحته موجوده ان الجمهور راح يحضر البطوله راح تكون ناجحه في ختام المنافسه يعني. اي والله لا شوفوا انا قبل لا نتكلم عن فريق العراقي ونبارك له على الفوز صراحه نهني فريق القطري صراحه على الفريق يعني قالوا احنا اللي عرفناه من بدايه البطوله هذا الفريق الثاني وقاعد يعوف فعلا مو هذول اللاعبين لعبوا كاس العالم يمكن كانوا بدله بكاس العالم لكن مو اللي لعبوا كاس العالم لكن صراحه فريق القطري كمجموعه كلعب كأداء داخل الملعب وايد أدوا زين الصراحة حاصل حتى في المباراة هذه الأخيرة ضد العراق رغم حضور الجماهير وفعلا حضور جماهيري كبير صراحة ويدعم الفريق من أول دقيقة لنهاية المباراة فأعتقد أنه يعني ساعد فريق العراقي بالفوز يمكن لدور الجمهور لكن فريق القطري صراحة كان فريق ند قوي وقاعد يجاري فريق العراقي يعني حتى الفريق العراقي يمكن بالبداية المباراة قاعد يضغط على الفريق القطري وحاول انه يضغط عليهم وضغط عليهم يمكن 45 دقيقة بس بعد الجيم الثاني اضطر الفريق القطري يدافع أكثر من انه ما يضغط على الفريق القطري لأداء الجيد للفريق القطري فأعتقد الفريق القطري قدم لكن كمباراة أنا أعتقد أن خذوا المباراة العراق بالجمهور دعم الجمهور والشغلة الثانية بخبرة لاعبين الفريق العراقي يمكن فريق القطري
تنقصهم الخبرة بخبرة المباريات وهذا، لكن كفريق عراقي أنا أعتقد الخبرة والجمهور له دور. فأعتقد أن الفريق القطري قرنا بارك له على هالفريق أدوا، ونهني فريق العراق على الوصول للمباراة النهائية. أبو بدر، أنا أشوف بصراحة متعة لما أشوف مباراة مثل هذه وغاصين وغاصين السيمي فاينل. أنا أول شيء أهني المنتخب القطري على الفوز، وهم أهني منتخب القطري على اسمه على الأداء اللي قدمه. يعني من يعني مباراة جيدة جدا. المنتخب القطري إحنا ما كنا نتوقع إنه يوصل المرحلة هذه، لأن المنتخب القطري داش بالصف الثاني على ما قالوا من الصف الثاني ما أعرف إيش، وأنت تدري المنتخب العراقي هذا المنتخب الأول مالهم، يعني بالحكي أو بالأوراق إن المنتخب القطري أعلى من المنتخب العراقي أعلى من المنتخب القطري، لكن اللي شفناه فريق القطري هو اللي مبادر، هو اللي وصل، هو اللي يعني هدد المنتخب العراقي، علما أنه قاعد يلعب أرضهم بالجمهور. جمهور العراقي اللي موجود بالبطولة هو اللي حل البطولة. البطولة صحيح. ما حلها إلا الجمهور العراقي فعلا، أكثر جمهور بدورات الخليج كلها اللي مرت هذا الجمهور اللي موجود. نعم. فعلا عطى حلاوة للاعبين اللي داخل الملعب، للأداء داخل الملعب، كل شيء سووا. أنا أقول لك يعني كل دمعة إذا نزلت من الفريق القطري فهي هذه شجاعة، وبصراحة أنا أهنيهم على المنتخب هذا اللي له مستقبل، مو الفريق المنتخب الأول، هذا المنتخب الثاني والاحتياطي مال كأس العالم فعلا منتخب. وهني مرة ثانية المنتخب العراقي على وصولهم إلى المباراة النهائية. أبو خالد، يعني نهائي الجميل فيه أيضا في أهداف، يعني 3 أهداف، وفي يعني نهائي المفترض أنه يكون حذر، ها الكل مسكر. صحيح. أو عفوا قبل النهائي، هو طبعا المباراة ما قبل النهائي، وتكلمت أنت عن فرحة الأخوان في قطر أنهم يمكن كانوا يعني نوعا ما متضايقين لما خسروا. هم طبعا هم يعرفون ان كره القدم فوز وخساره، لكن هم كان عندهم هدف اكبر من هذا. اول شيء الهدف الاول ان دعم العراق لاقامه دوره الخليج، كون الرئيس الاتحاد الخليجي رئيس الاتحاد القطري ابو خليفه، فبالتالي هم كان عندهم نظره الى قدام، هو مقبل على اسيا، مقبل على العرب، مقبل على تصفيات كاس العالم، فبالتالي بهيئ له فريق يقدر يقاتل فيه، وهذه كانت خطوة جيدة من الاتحاد القطري. يعني والدليل لو كان هو يبي البطولة ما شارك بهذا الفريق، جاب الفريق الأول. نعم. بإمكانياته فريق جاهز توا خالص كأس العالم دخل الدوري، لكن هو عندهم نظرة احنا نقول دائما شلون الاتحادات تخطط للمستقبل، تصنع فريق يعطيك 10 سنوات لقدام. فكانت مباراة بمجملها أنا استمتعت فيها، لأن نعم. مباراة كانت مفتوحة، نجومها كانوا حراس المرمى برشا مهاشم، كانوا يعني الأمانة حراس جيدين، والأحلى فما في هذه المباراة وجميع المباريات اللي قيمت هو الجمهور العراقي. يعني لأول مرة شوف دورة الخليج في كل مباراة الاستاد كله مليان، وأنا أعتقد أنه حتى اللي كانت بالكويت أي نعم، بس لا هذه أكثر مسعود، هذه اللي أنا أشوفها الحضور أكثر، هي بالأرقام ارجع للأرقام راح تشوف يعني الجمهور العراقي كان ممتع كملاعب، إنه ملاعبهم عدد المقاعد اكثر من ملاعبنا. شيل بسعود. لا احنا ملاعبهم مقصد ملاعب يعني لا مو هذا، انت اسمع بس فكرتي، كل مباريات كاس الخليج اللي كانت اسمع بس فكرتي، لما يلعب انا اتكلم ما اتكلم عن بس مباراه مثل العراق والكويت، انا اتكلم لما يلعب قطر مثل مع اليمن، شوف الحضور الجماهير المتواجد يشجعون الفريقين، فهذا كان انطباع جيد للاخوه في العراق، وانا اعتقد ان هم السبب الرئيسي وجود الجماهير في المدرجات سبب نجاح هذه البطوله. عموما كانت المباراه ممتعه بين الفريقين، سجل في المرمى القطري هدف رغم وجود العدد الكبير من هذه الجماهير، والمنتخب العراقي منتخب قاعد يتطور من مباراه الى اخرى، فريق شاب هم كذلك يعد هذه خطتهم، لكن القطري قدر انه يرجع ويسجل التعادل. نعم. وقاتل لاخر دقيقه، فكانت مباراه جميله استمتعنا فيها، وهذه حلاوه كره القدم، رغم انه يمكن علشان الفريق العراقي فوزه هو يكون طرف في المباراه النهائيه، يمكن هذا يعني احد الاسباب، انه دائما يقول لك الدول اللي تنظم هي تكون في الطرف النهائي، هذا ما يعني ما له دعوه في الامور، ولكن هذه كره القدم، من يستقل الاخطاء أخطاء الخصم ويسجل ويحافظ عليها. مباراة كان فيها قتال، فيها سجال، فيها استحواذ، فيها تمرير، فيها اختراق من العمق، فيها تسديد على المرمى، يعني بحلاوتها كرة القدم، والحقيقة استمتعنا. مبروك للفريقين ومبروك للاتحاد القطري في هذا الفريق، وأرجو أن يعني يطعم في بعض العناصر الموجودة في المنتخب الأول، راح يكون له شيء كبير. طيب بو فيصل، نتيجة أنت تراها بأن
عادلة أو منطقية فوز العراق وتأهله على حساب المنتخب القطري؟ شوف النتيجة منطقية ما في شك، لأن اليوم أنت لما تتكلم عن فريق يشارك في بين أرضه وبين جمهوره وفريق يشارك بالصف الثاني فهذا أمر طبيعي، وأنا كنت متوقع من قبل يعني من البداية أن المنتخب العراقي راح يوصل المباراة النهائية لأسباب كثيرة، لكن اليوم لما نشوف الفريق العراقي من بداية البطولة وهو قاعد يمشي في مستوى تصاعدي يعني من مباراة لمباراة قاعد يقدم مستويات أفضل. في ميزة يمكن تكون ميزة أو يمكن تكون الفريق سلبي. العراقي يعني يلعب يهاجم، يحب يهاجم دائما ويعطيك مساحات للعب. يعني أنت لو تلاحظ حتى مباراة، نرجع مباراة اليمن مع العراق، نعم كانت مباراة فرص المنتخب اليمني فيه فرص، وأعتقد سجل جول أو جولين واللغم الله إيه. فبالتالي أن الفريق العراقي قاعد يلعب ويبي ياخذ المباراة. الأمانة اللي شفناه احنا مستوى جدا يعني متميز، الجمهور مثل ما قال اخوي ابو خالد كان هو نجم البطوله وما زال نجم البطوله. في المباراه هذه يمكن في انا قلتها من ساعه قبل شوي ذكرت لقطه، يمكن الجول اللي حطه المنتخب القطري جول التعادل، نعم حصل نفس الجول تقريبا مقابل يعني شابه الجول هذا مباراتنا احنا في خليج 8 ضد المنتخب الاماراتي، وشيء زين ابو خالد كان موجود وهو اللي سجل الهدف. نعم. حارس المرمى طلع لعب الكره، راحت الكره حق مؤيد، على طول مؤيد سددها بالجول تقريبا نفس الجول بس الكره. نعم. كانت ابعد، فذكرني الجول حق اول مره قايل لنا قبل الحلقه كان حطينا الجول. ما انا شفته يعني ذكرته في ذاك الوقت واليوم. نعم. تذكرته. نعم. فهني يعني الامانه حتى المنتخب الفريق القطري امانه. نعم. تحديدا على هذا المستوى، ونتمنى ان شاء الله لهم ليش نقص البطوله ابو سعود. كنت اتمنى اني انا اشوف في بين هالمنتخبات اللي شاركت وشفنا الثلاث مباريات، كنت اتمنى يكون ولاده نجوم، لان دوري الخليج في كل دوره تلقى ولاده نجم. كنت اتمنى ان نشاهد نجم في منطقتنا الان، حنا يمكن ابراهيم بايش. ها ابراهيم بايش، معتز برشم. لا انا ما اتكلم عن حراسة المرمى، انا اتكلم عن المهاجمين سعود اللي تعاني منها الدول. ابراهيم بايش اي انا اتكلم عن مهاجم هداف، يعني انا اتكلم لك لو ابي واحد يطلع تيميم ولد منصور إيه؟ مختار. انا ابي واحد يطلع مثل المرحوم احمد راضي، ابي واحد يطلع إيه مثل فيصل الدخيل او جاسم ولا يعني واحد مثل ماجد. لا هي 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 بدايه. اي انا اقول لك انا احنا شنو منطقتنا، احنا الخليج يعني. نعم. مو بس بالكويت، انا ما اتكلم عن الكويت بشكل عام، انا اتكلم الان الدول الخليج تشح من المهاجمين الفذين. نعم. الهدافين. نعم. بالدرجه الاولى، هذا يعني احنا نقول دائما في دوري الخليج ولاده نجم، ولاده. نعم. نجم. فكنت اتمنى اني نشاهد. انا اختلف وياك، انا هذا رايي، انا رايي اختلف، انت دائما اختلف معي. لا انا اشوف مره انت صفيت، انا شفت ولاده نجوم، انا قاعد اشوف ولاده نجوم. انا يمكن في نقطه، احنا حتى على مستوى العالم ما عندنا اليوم يعني ما قاعد نشوف ولاده نجوم حتى على مستوى العالم يعني. نعم. لا انت مؤيد يعني كلام. انا قاعد اعطيتك اسماء. لا انا اعطيتك ثلاث اسماء. انا اتكلم المواهب. انت لما تتكلم عن اسماء ونعم فيهم يعني، انا ما ولا اقصر فيهم يعني، انا اتكلم عن نجم اللي يغير لك المباراه، اللي يعمل الفارق. ابراهيم بايش غير يعني، اسمعني بس اقول لك ما يعني يعمل الفارق. يمكن هذا ابو علي مدرب ويعرف تماما. شو خليك تختلف معي مو مسمعك. لا تعطني واحد من زهير بخيت، عطني واحد مثل فهد خميس. قول كم جول، قول كم جول جايب خالد تبي من كم جول جايب؟ منو؟ اللي قاعد يقول عن بايش ها؟ كم جول جايب؟ مو شرط انه يقول بايش، ما ادري والله ثلاث اقوال يمكن ما ادري. قاعد اقول بدوري الخليج جاسم يعقوب وصل للتسعه. اي بكم جول؟ اللاعبين صوصوا ولا لا؟ هذا يتكلم عن ابو خالد. مو جاسم يعقوب مو اول، مو قاعد اقول لك كذي، ما يتكلم واحد ايام جاسم يطلع جاسم الكويت فوز على عمان 5 وفوز على البحرين 6 وين هداف. انا اتكلم عن ولاده محمد مثل سامي الجابر. هذا راي ابو خالد يحترم، لكن انا اختلف. ايش رايي انا اقول رايي لان انا يتكلم. انت عفوا انا اعطيتك اسماء هذول مو نجوم، ولاده. انا بالنسبه لي لا كيف اقول يعني مو نجوم المستقبل يعني. هذا رايك تفضل ابو فيصل شنو بتتكلم. لا انا قلت لك على موضوع الجول تكلمت، بس انا قاعد اقول حق مؤيد حتى الحين اختلف معاي، مو بس اختلف معاك، اختلف معاي انا عشان ما تقول يحط عليك انت بروحك. لا عادي، بس مش علي راينا احنا ما في شيء. طيب بروح لفاصل وبعدها ان شاء الله بنتحدث ايضا عن مباراه عمان والبحرين.
حياكم الله ويانا. قبل أروح حق لقطات وأحداث وملخص مباراة عمان والبحرين، بس خلي أنوه، وصلوا إلى مدينة العين طرفي مباراة السوبر الأرجنتيني. هذه المباراة اللي سينظمها مجلس مضابي الرياضي، اللي أنا أشد فيهم كثيرا الحقيقة، وعلى راسهم أخوي عارف العواني وأخوي سهيل العريفي وكل الأخوان القائمين على مجلس مضابي الرياضي على الأفكار والأنشطة الرياضية اللي قاعد ينظمها المجلس برعايته وإشرافه، ومنها هذا الحدث الكبير. هذه لقطات لوصول هذا فريق بوكا جونيورز وهذا فريق رايسينج، طرفي مباراة السوبر. لا بوكا ورايسينج. مباراة ستقام إن شاء الله في تحفة من تحف ملاعب الإمارات اللي نفتخر فيها ونتشرف فيها ما في شك. حسب اللي عرفته الملعب أو التذاكر كلها بيعت بالكامل، نفذت. يعني شيء جميل صراحة اليوم أن نشوف دول الخليج يعني تتسابق لاستضافة مثل هذه الأحداث. قبل كم يوم تكلمت عن سوبر الأسباني في الرياض، قبلها تكلمنا عن كأس العالم في قطر، اليوم نتكلم عن السوبر الأرجنتيني في مدينة العين. هنيئا لإخواننا في الخليج على هذه الاستضافات التاريخية. الكويت ومصر وبلجيكا. نعم سووا مصر. نعم عموما بس اليوم على ما دام يبدا طاري مات، اليوم حاكم الشارع وخوش كلمه قايل. قال حاكم الشارع خوش كلمه قايل، كان زين الاتحاد نتكلم. حاكم الشارع خوش كلمه قايل، قال احنا ندفع فلوس وخلي الشباب عشان يلعبون كره، احنا نشوفها جانب قاعد يلعب مكان لاعبين. عشان نتكلم عن الخمس محترفين. نعم والله على الخمس محترفين. حاكم الشارع اليوم خوش كلام قال، رايه ويحترم، ما في شك، رايه ويحترم ويقدر، وهذه وجهه نظره وتحترم دائما. عفوا ليش يعني هذه بس مو مكسب حق الخليج، حتى حق الفرق الاجنبيه لما تيجي في هذا الوقت في شهر واحد في منطقه الخليج، هذا يعتبر بحد ذاته معسكر لهم. اعتقد الاتحاد الاماراتي نجح في هذه المباراه، وانا اعتقد الجمهور راح يكون متواجد، واحنا مثل ما شاهدنا في السابق يمكن الأهلي وزمالك في قطر كأس السوبر الأسباني، والآن بعد كم يوم في الرياض باريس سان جيرمان الهلال والنصر. هذه خطوة جيدة للأمانة، شوف الناس شلون تفكر. لما نقول احنا دائما الرياضة هي مو بس نتائج، في نفس الوقت استثمار، لكن تحتاج الى عقول، تحتاج الى ناس تخطط. فألف مبروك لاخواننا في الخليج. اروح لملخص واحداث مباراة عمان والبحرين وبعدها سنة. سيد ضياء، لكن كرة بالخطأ، مرتدة خطيرة، محاولة الدعم هنا يأتي الآن على الجهة اليسرى لصالح المنتخب العماني، إمكانيات مهولة. زاهر الأخباري بمر زاهر بحاول يمر الكرة خطيرة، ما زالت داخل منطقة الجزاء، ممكن عرضية لكن يرجع لزاهر، خطيرة من زاهر، لكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. لمسات متبادلة، مباراة بلا شك يعني منتظر فيها الكثير. هنا المنتخب العماني بمر، خطيرة، فرصة جول، خطيرة، جول، الله، ركلة ركنية لصالح المنتخب البحريني، صاعدي اللؤلؤ من أجل صيد هدف ثمين. هنا كرة خطيرة، محاولة مسارة أخطر، علي مدني يفكر في التسديد، فرصة أمام المرمى لكن ترجع من جديد لصالح المالوت. هي الكرة لمهدي، مهدي، خطيرة في المباراة النهائية. السيد عادل النقبي يستعد لإطلاق صافرة مؤذنا ببداية مجريات شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني على الجهة اليسرى، المنتخب العماني بدأ يقترب أكثر في شوط المباراة الثاني. تسديدة، لكن وين؟ كرة في انطلاقة، لمسة، تركيز على الجهة اليسرى، يا الله يا الله، محاولة ممكن ممتازة، خطيرة الكرة لعلي مدن. علي مدن في محاولة المرور، هنا علي مدن، تسديدة، الله الله. حارب السعدي أكثر لاعب يعني يستحق الإشادة في هذه المباراة، استعمل يحيائي صلاح، كرة فيها تسديدة، الله، من أجل بطولة أخرى، من أجل لقب آخر، لابد من أحمر،
لابد أن يعبر أحمر أحمر. الأخطاء هنا، الكرة موجودة داخل منطقة الجزاء، ترسل ومحاولة رأسية عبد الله يوسف، كرة براس خطيرة ويبعدها إبراهيم، يبعدها إبراهيم للمخيني. مبروك لأهلنا في السلطنة. وعلى فكرة ترى الوضع في السلطنة، خلي يسمحوا لي الإخوان، يعني تقريبا مشابه لنا. يعني لا البعض يقول لك والله ما عندنا منشآت، ما عندنا احتراف، ما عندنا. قبل كم يوم أو قبل فترة احنا شفنا كلها فيديو، سيارة دخلت في أحد ملاعب السلطنة وخذت لاعب ونقلته من الملعب، مو سياره اسعاف، سياره خاصه. فاليوم الفار مسعود على المدرج، لا يعني اقصد الوضع في السلطنه بسيط مشابه لنا. فاليوم لا، شوف السلطنه وصلت النهائي، والبحرين نفس الشيء وصلوا قبل النهائي. يعني اليوم لا نقعد نقول والله احنا ما عندنا احتراف وما عندنا منشآت وما عندنا ما ادري شنو. الاخوان نفس الشيء، حالهم من حالنا. عموما مبروك الاخوان في السلطنه، اهلنا اخواننا زملائنا الإعلاميين، هارلك لأهلنا أيضا في مملكة البحرين، أخواننا وأهلنا وزملائنا الإعلاميين. وعلي، في توقع كان أن العراق وعمان هو مباراة افتتاح يكون هو الختام، وفعلا تحقق هذا الأمر. أي والله، هم يعني العمانيين صراحة من أول مباراة، يعني لما يتعادل مع العراق بهالجمهور وهذا ويأخذ نقطة من العراق يتأهل، أنا أعتقد أن هذا طبعاً إنجاز. لكن أعتقد أن كنا متوقعين يوصل المباراة النهائية للمستوى اللي قدموه في المباراة. يمكن مباراة اليمن يمكن شوية كانت صعبة عليهم، بس هم قدموا مستوى وخذوا المباراة بآخر شيء. والبحرين قدم مباراة جيدة، ما قدم، لكن في المباراة هذه قبل النهائي يعني يمكن البحرين كان على فترات كان يبين، يطلع بالتسعين دقيقة يبين، لكن بشكل عام وأكثر الوقت كان هو الفريق العماني هو المسيطر وكان يستحق الفوز بالمباراة. نعم. لأنه اللي كان مسيطر، هو اللعب اللي كان جماعي وكان انتشاره بالملعب، كل أمور الصح اللي كان يسويه فريق العماني هو الأفضل. وأنا نعم. أعتقد كان يستحق يوصل المباراة النهائية. مبادر توقعت عمان تفوز؟ توقعت أنا عمان إنه يوصل المباراة النهائية من أول ما لعب مباراة ودية مع ألمانيا. لعبوا لعب مع ألمانيا بالودية مو طبيعي. أنا قلت الفريق هذا لا يعني بصراحة عنده إنجاز. ولما لعب أول مباراة مع العراق، يعني أنت تلعب مع العراق بلد منظم بين جمهوره واللاعبين كأنهم خبرة، يلعبون بالنظام، عندهم تنظيم دفاعي، عندهم تنظيم هجومي، عندهم استحواذ. شو تتوقع من المنتخب هذا اللي قاعد يلعب رياحية مع مدرب غدير وياهم؟ صحيح. بصراحة المباراة اللي لعبوها ضد المنتخب العراقي وبتعادلهم، أنا واحد من اللي قلت النهائي ترى بين الفريقين ذي. نعم. أنا قلت بين الفريقين، فريق العماني مهيمن. وتكلم سعود عن نفس حالتهم مثلنا، أنا أقول لك نعم ويمكن أسوأ منه. يعني هم يتكلمون عن الاحتراف الجزئي، هنا ما عندهم احتراف جزئي مادي. احترافهم اللي عندهم هم بس تفرغات رياضية، تفرغ رياضي حق اللاعب يتمرن صبح وعصر وكذا، ما عندهم بيزات، ما يدفع لهم. نعم. حتى قال هم قال خوفان، قال احنا بس نتميز فيه ان احنا تفرغاتنا ان نتفرغ نلعب كره، لكن ما يعطونا ما يملكوا الماده. هذا المنتخب اللي شفته شلون صار مع بعض، معسكرات مع بعض، مباريات الوديه، كثره مباريات الوديه مع المنتخبات الاخرى قربت اللاعبين مع بعض، قاموا يفهمونهم. يعني انا اتكلم مع منتخبنا ايام مؤيد وايام كنتوا تلعبون مباريات وديه، كنتوا تعرفون بعض بنلعب. يعني انا اعرف مؤيد ومن يركض، اعرف انا ابو فيصل متى يطلع حق الكره، صح ولا لا؟ نعم. اليوم طيب. المنتخب العماني ترى نخبه من نخبه المنتخبات الاخرى اللي طلعت عليهم، الحسيني الحسيني ما هذا اسمه هذا عادل الحسيني ويا فوزي يعني بشير يعني طلعوا شوف حكم عن حكم الحسيني هذا لاعب عادي، يعني انسى 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 هذيل، شيلهم طلع غيره. نعم. طلع غيرهم. احنا عندنا جيل ينتهي ما في حد تحته، صح يا ابو خالد ولا؟ نعم. طيب جيل لا وخر ماكو شيء تحته. طيب ابو خالد، المنتخب العماني يعني اليوم رغم عدم الرضا
على على النتائج اللي حققها في تصفيات كاس العالم، لكن عوضهم الاتحاد والمدرب بالتاهل للنهائي. هو صحيح، هو طبعا في كاس العالم رغم عدم تاهله ولكن هو قدم مباريات جميله. يعني ساعات نعم. ابو سعود الظروف يعني تحكمك، لان الخصم اللي امامك يكون قوي في يوم انت ما تقدر تستغل الاخطاء، لكن هذا كان شيء متوقع قبل بدايه البطوله. واغلب يمكن المحللين والرياضيين والنقاد احنا رشحنا البحرين والامارات كون هو الفريق الاقوى، لكن بعد لقاء منتخب البحريني مع المنتخب الكويتي انا راهنت على المنتخب العماني، لان برانكو مدرب العماني الوحيد في هذه البطوله اللي يلعب 4-3-1-2. هذا شنو دليلك؟ انه يلعب بطريقه هجوميه، اما اغلب المنتخبات تلعب 4-3-2-1، فهناك يمكن تكون تشوف الاهداف قليله، لكن هو سيطر على وسط الملعب، المعركه في وسط الملعب، سيطر على المباراه. المنتخب البحريني من المباراة المنتخب الكويتي أرهق المنتخب الكويتي نتيجة 1-1، يعني بالمنطق يقول لك أنت تتفوق لأن أنت متصدر المجموعة جاي من فوزين، الإمكانيات مستقر فنيا مستقر إداريا، فكان الكل توقع النتيجة تكون كبيرة ولكن ما ظهر بالشكل المطلوب. هذا ينقول أن المدرب برانكو تفوق على سوسا، أنه هو قرأ المباراة بشكل صحيح مع المنتخب الكويتي، وقف نقاط القوة لدى المنتخب البحريني، وبالتالي هو اصطاد هدف جميل من برا خط 18. وهذا نعم. دائما ما نشاهد أقوال مثل هذه، نقول دائما دور الوسط دورك مو بس انك تصنع، ان انت دورك حتى تسجل في نعم. المكان هذا لما يلعب بهذه الطريقة هو يبي مساحات، عنده نعم. لاعبين عندهم امكانيات على التسديد، وبالتالي صاد هدف جميل في وقت قاتل، حافظ ما عنده اخطاء دفاعية، وهذا طموح انه يوصل لمباراتنا، وهذا شيء يعني ما هو مفاجأة، لأن المنتخب العماني لا يعني حظوظ في الفوز بدورات الخليج، وهو فريق مميز يمتلك لياقة بدنية. وأنا أتفق معاك، الاحتراف مو كل شيء، الاحتراف مو شيء، احنا نبي الاحتراف بالعقول، الاحتراف بالتخطيط. هذا مو الاحتراف بس بالمادة، والله عطني أنا فلوس أكثر علشان أنا أطبق نظام، لا 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 لا، اكو تخطيط سليم. فهذا ما اتجه الاخوان في العمان، الاتحاد العماني اشتغلوا بطريقه صحيحه، صح قله الامكانيات لكن عندهم لاعبين وعندهم عقول وعندهم اداريين يخططون بشكل صحيح، يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب، مبتعدين عن الضغط الاعلامي، وهذا جانب مهم في الدورات. احنا هذا يمكن احد الحلقات ابو سعود لما انا قعدت هنا اتناقش معاه قلت لك شوف شلون دور الاداري، انه يبعد اللاعبين عن الاعلام يخليهم يركزون في المباراه، وهذا نجح فيه الاخوان في عمان، والف مبروك للمنتخب العماني، وراح تكون مباراه جميله نهائيه بين المنتخب العراقي المستضيف هذه البطوله بوجود هذه الجماهير. والشيء المميز لدى المنتخب العماني انه ما يتاثر بالجماهير، يعني اينما وجد قدم مستوى ولعب مع المنتخب العراقي. وفيصل انت ايضا كنت متوقع تاهل المنتخب العماني؟ احنا كنت في حلقه من الحلقات توقعنا يمكن المباراه، لانه راح يكون الفريق هو المرشح الاول للبطوله هو المنتخب العماني، وما زلت انا اقول المنتخب العماني هو راح يكون هو الاوفر حظا انه يفوز بالبطوله، والله اعلم. طبعا المنتخب العماني يعني تقريبا يكاد يكون فريق شبه متكامل امانه، يعني يمكن اللي قاعد اشوفه انا يمكن من باب انه العب في المركز هذا اليوم، المنتخب العماني يملك حارس مرمى الامانه على مستوى عالي جدا، قاعد يؤدي مباراه وقاعد يعطي ثقه ويعطي اطمئنان ويعطي امان لفريقه. هذا عامل مساهم جدا راح يكون في المباراه النهائيه، راح يكون انا اتوقع راح يكون هذا الحارس راح يكون له دور في المباراه النهائيه. اذا الامور مشت يعني من غير اي مثلا غيابات او شيء، راح يكون انا اتوقع الفريق العماني هو الاقرب للفوز بالبطوله، والله اعلم. طيب انا بتطرق لجزئيه ايضا، موضوع الحكم. يعني كان في عتب على لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي أن الطاقم التحكيم الكويتي اللي أدار مباراة عمان واليمن كان يستحق أن يدير المباراة النهائية. وجهة نظر الأخوان في لجنة الحكام تحترم، لكن أنا أيد يعني أو أضم صوتي لصوت الأخوان، مو لأنه كويتي، لكن كنت أتمنى من الأستاذ هاني بلان، طبعا هو أفهم مني وأكيد أقرب مني حق الحكام، كنت أتمنى على الأقل يكون القطري الاستاذ السيد الفلاحي هو من يدير مباراتنا بطول، يعني مو عشان قطري ايضا، لكن اليوم عادل النقبي الاماراتي حكم مباراه قبل النهائي، العراقي ما تقدر تحطه، العماني ما تقدر تحطه، فبالتالي عندك يا الكويتي، البحريني اساسا مو موجود، فاليوم عندك الكويتي
او اعتقد السعودي شكري او القطري او القطري اقول انا روماني. فكنت اتمنى استاذ هاني يعني على الاقل يعني تقديرا للحدث نفسه كبطوله خليجيه نهائي انه يكون الطاقم كله خليجي يكون عرس خليجي. انا ارجع اكرر انا ما ادري انت بالتاكيد عندك تقييم وعندك ارقام وعندك احصائيات بالتاكيد افهم مني فيها واقرب يعني لك مني انا لكن هي وجهه نظر ممكن اكون مخطئ فيها لكن اعتقد حكمنا وطاقمنا الكويتي كان يستحق ان يدير النهائي. تفضل. لا انا ايد الاجنبي الروماني. تايد اجنبي روماني نعم. ليش؟ وأخر عن الضغط لأن أمانة يعني ما يعني إحنا شفنا في حركات صارت حتى داخل الملعب ترى مع بعض الحكام الشيك والأمور ويأخذون إنه والله أوخرهم عن الضغط وأخر عن هذا خلي حكم لا شغل لا من الخليج ولا شيء وهو يدير المباراة. يعني أنا وجدت مو تقليلا من الحكام الخليجيين لا لكن أتي حكم إنه مو خليجي لإدارة المباراة لابتعاد عن الضغط وعن أمور كثيرة وعن الكلام إن هذا فهذا ما له شغل لا خليجي ولا شيء. فأنا أيد حكم أجنبي. طيب أنا مثل أبو علي أيد الحكم الأجنبي لأنه بعد الضغوط عن الحكام الخليجيين مع أنهم من أجمل الحكام يعني حكام لهم القدرة اللي يقدرون يديرون المباراة من أجمل ما يمكن خاصة تكلم عن عبد الله الجمالي ولا تكلم عن الحكم القطري والسعودي والإماراتي حكام ممتازين لكن أنا لما أحط الحكم الأجنبي أبعدهم عن الضغوط لا باش يصير حساسات هاي هذه كرة قدم باش يقول والله طالع ميول الحكم الإماراتي حق العمان ميول هذا حق بعد عن الشيء هذا وخلى الحكم الأجنبي يدير المباراة وخاصة المدرب الحكم اللي تكلمنا عنه ترى شخصيته قوية وخوش حكم. وانت ايش رايك ابو خالد؟ لا قرار صحيح ابو سعود. احنا دائما نقول دائما احنا المصاري المسلم عندنا كاس الامير احنا نقول لما نقول يبي حكم اجنبي علشان يرضي الطرفين تجيب بس مو بس حكم طاقم كامل حتى مع الفار علشان يكون هناك يكون لغه التفاهم قريبه بين الحكم. فانا اعتقد قرار جلي. احنا تعرف في منطقتنا شويه حساسين مثل ما تفضل ابو بدر وابو علي اتفقوا معاهم 100%. بالعكس حكامنا ما يعني ما نشك فيهم ولكن نقول عشان نبعد الحرج وهذه مباراه نهائيه امام العماني والمنتخب العراقي. فاعتقد الحكم الاجنبي وهو يمكن راح يقلل نوع الاحتجاجات والتشره. فهذه دائما الحكام الاوروبيين يبون الكره تكون سريعه. فانا اعتقد انه قرار جريء من الاتحاد الخليجي ولجنه الحكام بالذات. انت شو تقول ابو فيصل؟ انا مع اخوي طبعا هاني بلام في اختيار الطاقم الاجنبي لسبب واحد. انا اتوقع يمكن يكون السبب الرئيسي ان المباراه طرفها منتخب العراق منظم البطوله فبالتالي الحكم الخليجي يعني مهما كان من انا ما نشك في نزاهته لكن مهما كان من قوه شخصيه ومن مستوى مرتفع راح يتاثر في الجمهور ويعني يكون عامل ضغط على الجمهور. فبالتالي الحكم الاجنبي ما راح يكون اصلا دور له يعني الجمهور له دور معاه كثر ما يكون مع الحكم الخليجي. طيب فاختيار الحكم الاوروبي هو اختيار موفق 100%. طيب هذا رايكم يحترم انا اختلف معاكم. يعني اعطيت فرصه حق الحكم الاجنبي يعني يدير مباراه افتتاحيه هذا رايي ممكن اكون مخطئ. النهائي انا ارجع اكرر نهائي عرس خليجي كنت اتمنى يكون النهائي ككل خليجي بوجود طاقم تحكيم كويتي خاصه ارجع اكرر طاقمنا يعني ما قصر في مباراة عمان واليمن وأدى مباراة كبيرة صراحة وحالات صعبة جدا يعني خلي يشترون حكام يشترون جيمر ويقول في جيمر ترى بيشوف. طيب على طاري حديثنا عن النهائي احنا كانت عندنا مسابقة توقع واربح توقع من يتأهل إلى النهائي. الجائزة مقدمة من أطياب المرشود مشكورين. أخونا سامي غساني هو اللي فاز معنا في الجائزة. أتمنى من الأخ سامي يزودنا باسم الثلاثي من خلال إرسال رسالة خاصة لحسابنا في تويتر على الخاص ونبلغه كيفية استلام الجائزة. وصلنا تقريبا إلى الختام. يمكن 5 دقائق أعتقد كافية أن نأخذ رأي إخواننا في تصريحات رئيس اتحاد الكويتي كرة القدم. وأعتقد يعني ما تستحق أكثر من 15 دقائق لمناقشتها لأنها تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن أنا أبي أشيد في الإعلام الداهية خالد جاسم على إدارة الحوار وهذه مو غريبة على
أخوي بوليد ولا على الإعلاميين القطريين، دائما مبدعين ومنهم أخوي خالد. لكن أنا بترك المجال لإخواني ذا بيعلقون على تصريحات الرئيس، بس خلي يخلصون عشان ما بي أخاف أطول، ولا خلا أعلق ما عليه أستاذن منهم. يعني اليوم تعرفون كلاوديو تايبا، كلاوديو تابيا أو تايبا، كلاوديو تايبا هذا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. أنا بحثت مع الإخوان يعني طريقتنا، يعني ممكن نكون مخطئين أو ما أدري، ما بحثنا عدل، لكن أتكلم عن البحث اللي إحنا سويناه من 18-12 إلى 18-1 اللي هو اليوم. حاولنا نشوف كم لقاء تلفزيوني ظهر فيه هذا رئيس الاتحاد الأرجنتيني اللي فاز بكأس العالم. نعم، ما شفنا صراحة أي لقاء تلفزيوني، تلفزيون لقاء، ممكن لقاءات تكون عابرة كذي كلقاءات سريعة شفناها، لكن كلقاء راح حق محطة تلفزيونية وظهر فيها من 18-12 يوم تتويج في كأس العالم إلى اليوم ما شفنا له لقاء تلفزيوني. حبيبنا الحبيب رئيس اتحادنا في ظرف أسبوع طلع، يمكن حاولنا نعد عدينا وخربطنا من كثر لقاءات التلفزيونية. والمشكلة شنو؟ هذا محقق المركز الثاني مكرر، وطالع من دور المجموعات بالثاني مكرر، وطالع أكثر من رئيس الاتحاد. والمشكلة طلعاته هذه ولقاءاته لو فيها فايدة استفدنا من ظهوره الإعلامي، ما استفدنا شيء، لا خلا ولا عدم، هذا اللي استفدنا منه. إرث، كلمة حافظها الإرث. لا تقول لي هارلك، قول لي مبروك. العراب، عراب البطولة. شنو بعد؟ ما هذا احنا جايين ننافس على اللقب، مو جايين شو اسمه. هذه تصريحات اللي استفدنا منها في البطوله، في لقاءات تلفزيونيه. لا، واخرها الاخ الاعلامي العماني يقول له ديرتك قاعد تساعد اللي برا وما تساعد شباب الكويت، يقول له ما علق. واحد يقول لك كذي، تقول له ما علق؟ والله ما ادري ايش اقول صراحه، بس ما هذا تعليقي على لقاءاتك التلفزيونيه وعلى تصريحاتك التلفزيونيه. بو خالد تبي تعلق؟ ابدي من اليمين. بو علي تبي تعلق ولا ما شفت اللقاء؟ انا ما شفت اللقاء. بو بدر، انا شفت اللقاءات وتابعتهم بصراحه. يعني انا ما كنت ودي انه يطلع يظهر باللقاءات هذه. المفروض انه يعني ابتعد عن اللقاءات هذا مثل ما تفضلتوا، لانهم بيجرونك على اشياء انك تخطئ فيها. فانا اتوقع ان ما توفق باللقاءات. طيب بو خالد، شفت انت؟ اي شفت. نعم، شفت اللقاء. هو اخطا في جزئيتين مهمتين، خصوصا الجزء الاولى. اول شيء اساء للاعلاميين وقال ان ما عندنا اعلام يقود الرياضه. بالعكس، عندنا احنا اعلام مدرسين في الاعلام، ولكن ليش أقصوهم؟ لأن رأيهم حر وصريحين، فبالتالي أقصوهم عن الإعلام. تتكلم عن الجزئية اللي تكلمها الأخ الرواس، وسأل سؤال إن الكويت من السبعينات تساعد الدول وتعطي وتبني وفقيرة مقصرة بشعبها. لا، هذا كلام مو صحيح. كان بإمكاننا نرد عليه ويقول له الدولة قاعد تدفع، وبالدليل تشوف الأندية الجديدة اللي قاعد، اللي يمكن الحديثة اللي راح يستلمونها سنة 23 في هذه السنة، اللي هم مصلبخات وساحل وفحيل منشآت وأندية على أعلى مستوى. الدولة قاعد تدفع، كان بإمكانه يرد عليه يقول الدولة تدفع، ولكن اللي جاءوا واستلموا الرياضة واستلموا هذه المبالغ يجب أن يحاسبون. وين راحت الفلوس؟ الدولة قاعد تدفع، قاعد تنظم، قاعد تعطي. لو الدولة ما تدفع، مو يا مدرب خلال 3 أشهر جوزاك دفعوا له الشرط الجزائي 3 مليون دولار راح، شو نسوي حق الكويت؟ لا تقول لي الدولة ما تدفع، الدولة تدفع، لكن الأشخاص اللي مسكوا الرياضة يعني أعتقد أنهم أخطأوا بحق الرياضة، وهذه جريمة بحق الرياضة الكويتية، وتحملون هذه النتائج اللي قاعدة تصير لمنتخباتنا. أنا أقول الدولة ما قصرت، ولكن يجب أن يكون دائما في لقاءاتي أقول لازم تحاسب وين الأموال هذه اللي راحت. لا تقول لي ما تدفع، الدولة قاعدة تحاسب. لكن هذه هو أخطأ بهذه الجزئية، كان مفترض يرد عليه على أخونا محمد الرواس. بس
أنا يعني أنا بكلام مؤيد طبعًا أنا أيد كلام مؤيد اللي قالك بالعكس أبي أضيف عليها يعني يمكن في شغلة وهو يعني إحنا ما بيننا وبين رئيس الاتحاد أي شيء شخصي مانتن وأنا ما طبعًا ما أعرفه معرفة شخصية مانتن تجيت فيه يمكن مرة واحدة لكن أنا أحب أوصل رسالة يعني إن كثرة الظهور راح تسبب مشاكل تكسر الظهور وتكسر الظهور مثل ما قال أخوي وخالد النقطة اللي أنا لفتت يعني انتباهي المقارنات اللي صارت من قبل كم يوم ان احنا في دورة الخليج هذه حققنا ما احسن من فترة السابق وهذا كلام غير صحيح انت ما مثلا انت اليوم لو انك متأهل قبل النهائي تقول كنتيجة انا حققت المركز الثاني على المجموعة وتأهلت مركز قبل النهائي لكن لما تقارن ان انت حصلت على 4 نقاط انزين البطولة 24 في قطر الفريق الكويتي حقق 3 نقاط أنا أقدر أقولها أقدر يعني مثلاً إذا أبي أقارن أقول أنا في بطولة قطر 24 سجلت 5 أهداف أنت هني سجلت 2 فهذه المقارنة مو صحيحة ولا وكان مفترض أنها ما تنقال أمانة لأن يعني مو حلوة في حق المنتخب الكويتي أنك أنت تقول أنه والله أنا حققت مثلاً المركز الثاني ترى للعلم مجموعتنا احنا اضعف المجموعات يعني مجموعتينهم مجموعتنا ضعيفه والدليل ان وصلوا النهائي هم فريقين من المجموعه الثانيه ما هو تقليل في شان احد لكن هذا واقع انت سجلت في البطوله في المجموعه 2 سعود خلينا نكون واقعيين خلينا نكملها يعني اليوم انت المقارنه هذه خطا انك انت تقارن وتقول انا ترى يعني انا مخل بضرب مثل يعني انا كاني قاعد اقول يعني مثلا قبل او انه مثلا في 2 يتناجرون او كذا يقول معود انا بيت سياره ابوي احسن من سياره ابوك مو صحيح الكلام نعم ما يصير انك تقوله انت كرئيس اتحاد انك تقول انا والله لا بالعكس هاردك احنا نقول اللي ادوه لاعبين المنتخب الكويتي يعطيهم العافيه يشكرون عليه هاردك النتيجه هاردك ما فيها روح تعال فنتمنى ان شاء الله في المستقبل واحنا نقولها اليوم ما اعتقد فينا واحد ما يقول احنا كلنا داعمين للمنتخب الكويتي نعم في ظل وجودك يا استاذ عبد الله الشاهين احنا داعمين لك وياك ما احنا ضدك نعم. الجزئيه اللي بحب تذكرها يعني كان الاخ رئيس الاتحاد دائما في مقابلاته يحب انه يسوي مقابله بروحه فانا اعتقد انت رئيس اتحاد لما تعمل مقابله مو تقليلا من الاشخاص اللي قاعدين لكن انا اتكلم عن المنصب شفت لك رئيس اتحاد اماراتي اتحاد سعودي قاعد مع مجموعه يناقشونه لا انت لازم تحط لك برستيج مثل ما هي قاعد تسوي لك برستيج خليني اقول الشيخ حمد بن خليفه اليوم خليني طلع مع لا ما في شيء خليني خليني اقول شنو المشكله اطلع بلقاء وتناقشوا معي خليني اقول لك خليني اقول انا ليش الاستاذ العربي طلع من انت من لا انا اختلف معك زين اسمعني خليني اخلص وبعدين اختلف اقول ليش هني تبي المقابلات بروحك ما تطلع بالعالم هذا اللي قاعد قصر بصراحه انت قصدك برا عادي هذه بس انت دائما انت بتختلف معي ما تخليني اوصل وجهه نظري حقك علي وبعدين حقك علي انا بتكلم في جزئيه مهمه لا هذه جزئيه مهمه جزئيه مضبوط فيك صحيح صحيح هذا اللي كنت اذكره بس سعود الله لا لا اسف انا انت شنو قلت انت قاعد اقول انا ما خليت اقول خلنا خلص ما يصير تطلع لا مو عن ما يصير انا كنت بوصل فكرتي قلت خلنا اخلص وبس عقب طلعوا ما طلع بال طلع احمد يوسف طلع بروحه طلع التلفزيون روح روحه هو جزئيته بخالد انت هناك بقنوات اللي برا ما عندك مانع تطلع مع ناس ويحاورونك بالكويت تقول ابي بروحي ليش هذه نقطه خالد طيب الشيخ احمد اليوسف طلع مع مجموعه نعم انا ما مو اختلافي على اني طالع بالنسبه انا ما سمعت المقابله بس ما سمعت على الغير لا بالنسبه حق الاعلام انت تقولون انه يقول انه إن عندنا قال ما عندنا اعلام رياضي يقود الرياض لا انت تقول ما عندنا قاده اعلاميين اعلاميين ومحايدين احنا اعلاميين شيء نفس الشيء ولا محسوب على هذا ولا محسوب على هذا لا مو يعني عبد العزيز عطيه سلم عليه قصه محسوب مو قصه لا 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 انا شنو ذكر انا مو محسوب على قلت لك انا مع الحق اشوف الحق يعني حتى حتى ربعك حدا ربعك سووا غلط تقول راح اقول غلط يقول قلنا غلط وقلنا يوم ما غلط بس انت انت الباجي هل يقدر هل يتجرى يقول هذا غلط ما راح يتجرى هذا انا اقول اعلاميين كذي هذا اعلاميين هاي المشكله هذا اعلاميين هذا انت اللي طبيته زين عدل الباجي لا ما يقدر عدل انا ليش البعض اقول لك البعض هذا البعض هل يقدر يقول انه هذا اعلام ولا محسوب على هذا ولا محسوب على يا رجل ان قال هذا غلط هذا عدل عدل هذا عندنا الله يسلمك عندنا اعلاميين مميزين ولكن اقصوا سبب رايهم
بسبب رايهم اللي قاعد يقولونه ورايهم يقولون محسوب على هذا ولا مو قصه محسوب هذا لا لا هو مو قال قصه هو قال انا بختم هالجزئيه دفاعا عن زملائي وربعي وهذا دوري وهذا واجبي وهذا حق علي مو زملائي هذول اساتذتي بغض النظر انا اختلف مع العم جاسم اشكناني اختلف مع لا يعني بعض الاشخاص يمكن لكن في اساتذه لا نعتز فيهم هذيل قاده فعلا قاده عطهم المجال شوفوا هل يقود الاعلام ولا ما يقود الاعلام بدون ذكر كل اعلاميين الكبار يعني منهم يعني ما بيأذكر اسم لانه يمكن اكبر منهم سنا لكن اتكلم قاده اعلاميين اساتذتنا انا بالنسبه لي انا يمكن اقلهم خبره اقلهم واقدمهم اللي اكبر مني واللي اقدم مني عطهم فرصه شوفوا يقود الاعلام ولا ما يقود الاعلام اذا انا بمشي على كلامك انا ما عندي احد عيل انا ما اعتبرك قائد للاتحاد الكويتي لكره القدم انت مو ما تعتبر في قاده حق الاعلام الرياضي انا ما اعتبرك قائد للاتحاد الكويتي انا ما اشوفك تستحق ان تكون قائد للاتحاد الكويتي لكره القدم اذا انت تشوف ان ما في قائد يقود الاعلام الرياضي انا وجهه نظري المتواضعه ما اشوفك تستحق ان تكون قائد للاتحاد الكويتي لكره القدم هذا رايي انت الحين واحد الحين واحد مثل كمثال انت الحين مثل تتكلم كل شيء مثل تتكلم على كمثال انا اقول كل شيء تتكلم على ايش بيفسرها واحد بعد وهاي ليش يطب عبد الله شاهين لانه مشتكي عليه لا تعطي فرصه لا احد يقول الكلام لا لا مو انت مو انت مو انت مو كذي لا 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 خله انت مو كذي خليه يشتكي علي لا 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 انا لما اشوف خطا انت مو كذي انا اشوف مشتكي علي ولا مو مشتكي علي عشان تكون بالصوره الحق حق لا 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 الحين مو مشتكي علي لو حتى مو مشتكي علي انا ضد وجود عبد الله شاهين رئيس اتحاد الكويت بس هي مو مشكله اوكي هذا رايي بس لا تعطي فرصه حق ما لي شغل فيهم لا لا مو عشان تكون بالصوره ما لي شغل فيهم ما حتى متبرج انا عندي راي وجهه نظر يخالفني بالراي يختلف معي وجهه نظره احترمها واحطها على راسي لكن ما يغير راي يشتكي علي ما يشتكي علي انا اشوف ان هذا الرجل لا يستحق ان يكون رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم وجهه نظري بينقل كلامك على متم ما عندي وقت كلامك على متم احنا اليوم اي انسان بيعمل يا جماعه لا ينظر الناس اللي قاعد تقول خلي تقول اللي تقوله زين بتقعد انت يمكن خالد يوم كان يلعب اليوم بسعود اعلامي بدر يمكن لاعب قبل واداري الناس بتتكلم عنك سواء سلب ولا ايجاب انت لا تبطل انونك حق الناس تقول يعني انت عندك خطه لا اعمل وفق الخطه هذه وامشي بالنهايه راح توصل يعني انا لا انا لا اتشكى واقول والله هذا مو معاي هذا القصد اللي اقوله ابو فيصل اقول انه لا تعطي فرصه انه والله صاير ضد عشان مشتكي لا 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 لا, 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 لا انت مو كذي انت مو كذي انا اقول لك الناس لا تخلي تعطي فرصه لا لا كيف هو خلي يقول خلي يقول خلي يقول ولا لا يبغى انا مو كذي انا قاعد اقول لك شوف اللي بيشتكي علي يشتكي هذا حق القانون كيف هذا رايه وجهه نظره هذا ادري حتى المتفرج قاعد اقول لك يفسرها كذي المتفرج انا اقول لك يفسرها كذي انا قاعد اقول له مو تفكيره كذي انا اقول له هذا حقه ورايه وهذا الامر انا بالنهايه شفت عمل الرجل عمله لا يستحق ان يكون رئيس الاتحاد الكويتي كره القدم رايه هذا رايي مو عشان اشتكي لا لا مو عشان لا لا شوف اشتكي علي هذا امر شخصي اشوفه ما سلم عليه لانه مشتكي علي تصير عندي عزيمه ما اعزمه دعوه ما ادعيه هذا امر شخصي بيني وبينه مشتكي علي ما سلم عليه ولا عزمه هو ما يعزمني ما سوى شيء زين تقول عنه لا ولا حتى اذا سوى زين سوى شيء زين ولا راح اتكلم ولا راح امدحه مو هو لا حتى هو حتى هو ما راح امدحه حتى لو سوى شيء زين مشتكي علي روح اسوي اقول عنه والله خوش ريال لا مو تقول عنه خوش عمل خوش عمل لا لا ما راح ما تقول لو ما لا لو ما انت راح اقول عنه خوش عمل كان لو ما اخذ دوره الخليج راح اقول من اللاعبين لا راح اقول من اللاعبين مو من الاتحاد اي ما تقول لا لا ما راح شايل عليه اي مشتكي علي اروح امدحه لا مو تمدحه ولا خذ كاس خلاص يختلف مع شوف تختلف معاي في وجهات النظر تختلف تكون في فروسيه في اختلاف وجهات النظر اوكي ما في اي شيء تروح تشتكي علي تبيني امدحك لا ما تمدحه ولا راح اشكره ولا راح امدحه ولا هو يبي مدحي ولا يبي يشتمني ولا يبي وانا ما ابي منه بيننا قضاء يحكم بيننا خلاص زين زين اكو واحد شنو سبب الشكوى لحظه بجيب له بجيب له مثال اكو مدرس اي ماده مدرس كان يصلح العامات ومدرس يمه الثاني واحد جاب 100% قال عشان يحط له 90% كان مدرس ثاني قال ليش حطيت له هذه هاي 100% ايش حطيت له 90 كان يقول عشان انا ما احب ابوه ولي امره ما احب ولي امره
عدل هذا اي مدرسه لا يا مشتكي عليه ولي امره لا قايل لا مشتكي عليه بس ما احب ولي امره يمكن مشتكي عليه والدي يمكن مشتكي عليه هذه سقطه في سقطه مشتكي عليه سقطه اي مرحله مشتكي عليه مودي النيابه مشتكي عليه مودي النيابه يصير انا عندي يصير انا عندي يصير اسقط ولي عندي يصير انا كنت مدرس العاب ما لا لا انا عندي يصير انت مو سالته عشان ما انت مو سالته انت مو سالته انت مو سالته الحين ما ذنبه مو سالته انت ولا بدي اسقط مشتكي عليه مودي النيابه اسقطوا وسقط عيا اخوانه دخل المثل هذا طيب هو مسعود يقول لك انا اقيم الرجل في عمله كيف نتائج انا اقول خلو يا مثال ثاني خلي المثال ثاني انت تقول مدرس ما له شغل مدرس احنا نتكلم عن لا يصير شو يصير انا عندي بس بختم جزئيه في حكمه خل بس أذكر الحساب ما عليه مخرجنا ما عليه الحكمة بخليها آخر شيء علاوي هذا من الكويت واضح حاط علم الكويت واضح يعني رجل يعني رياضي متابع بشكل عام للكرة الأوروبية أدعوكم لمتابعة حساب أخونا علاوي يعني واضح انه ايضا متابع للكره الانجليزيه بشكل تفصيلي اكثر واضح كانه ارسنالي صراحه لان يعني اشوف المتابعهم اكثر شيء ايضا ارسناليه عموما ادعوكم لمتابعه حساب اخونا علاوي والله يعطيك العافيه وصلنا الختام علاوي من العراق مشكور لا لا حاط علم الكويت لا كويتي شكرا لك محمد كرم شكرا لك منصور شكرا لك حكمة نبيع الحكمة الحين شكرا لرعاتنا وداعمينا شركة حسابي الشكر طياب المرشود الشكر لبن العميد الشكر لعصير تايم الشكر لنظارات كيفان الشكر لدير اندير الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيز في الكويت الشكر لمعرض اسد للملابس الرياضيه شكرا لمتادور ديزاين الحكمه شكرا لعبد الله الشاهين الحكمه طبعا يعني تعرفون البوذا هذا شخصيه مقدسه عند بعض الدول ومحترمه عند بعض الدول او ديانه عموما في لا مقوله ايش قايل يقول هذه اختم فيها حلقتنا طبعا ما لها شغل في اي موضوع اخر عشان لا احد يربط على شغية كحكمة ومقولة يعني شدت انتباهي فبغيت أقولها يقول الإنسان لما يكبر بعض البشر أو بعض الأشخاص لما يكبرون مثل الثور حشاكم شلون يكبر جسمه يكبر بس تفكيره فهمه حواره عقله كل شيء ما يكبر فيه ليش لأنه ثور أو آسف لأنه مثل الثور إلى اللقاء